اهلا مرحبا بكم يا احلى متابعين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بالف خير وانتم تشوفون فيديو اليوم. طبعا فيديو اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة من ماينكرافت، بس هالمرة مو بحدي. من وياي؟ يويو يويو رسول وياي على ماينكرافت. واو، طبعا هسه بهاي الحلقة يويو رسول كلش متحمسين. ليش؟ لانه يويو ورسول هاي اول مره طبعا لهم يفوتون على هاي الارض، وهاي المره ايش راح نبني؟ مول. راح نبني مول عملاق وكلش كبير، وراح يساعدوني رسول ويويو بي. فاذا انت كنت متحمس للحلقه حط لايك واشترك بالقناه اذا كنت ما مشترك، ويلا خلونا نروح. يلا يويو رسول تعالوا الحقوني، خلي ادليكم على المكان. المكان اللي راح نبني بيه المول الجميل اللحظة وينه؟ هنا هنا هذا المكان ده تشوفوه. هذا المكان اللي راح نبني احنا بيه المول. لو تشوفون هذا الديرت الزايد بعاني بسوي لكم الحدود. هاي الحدود اللي منها هذا الديرت كله تكسروا. اوكي ايه، بس ده حضر الشفر. يلا هذا الديرت اريدكم كلكم تكسروا حتى نقدر نبني المول الحلو هذا كله كثر. اوكي، بس هاي الحد الحدود، لا تعبرون الحدود. يلا اليويو باعوا. هسه اردكم هاي القاعة كلها ترسوها من هاي البلوك، يا بلوك هاي الكوارتس بلوك. اوكي، اردكم هسه هذا المربع كله تخلوا له كوارتس بلوك. اوكي،
طبعا هسه واخيرا خلصت بناء هاي الساحة العملاقة واللي هي الساحة مال المول اللي راح نبنيه. طبعا شوفوها هسه هي طبعا كلش كبيرة، هواي تعبنا يعني، كسرنا وسوينا وصممنا وخططنا للمول همينه، والحمد لله يعني كملناها. هسه خلونا نجي للخطوة الثانية او الخطوة اللي بعدها. هسه بعدين الخطوة اللي وراها بنيت هذا الشيء بقى هنا المول، بنيت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بعدين 1 2 3 هيجي. بعدين بالصفحة المقابلة همينا نفس الشيء، 5 عدل و3 هيك يعني بالأعواج حتى هيك يصير يعني شكل المول شوية حلو. قامت تنطر. طبعا الارتفاع الاول يكون 4 قطع، هسه يعني سوينا 1 هذا 2، هسه نجي 3 وهذا 4. اوكي هاي هنا هيجي، هسه هذا منه هيك راح يكون المدخل مال المول، هيك منه العالم يطبون وهذا المول العملاق. اوكي هسه هذا منه بنينا المدخل، وهسه راح نسوي السقف مال الطابق الاول. السقف والله يعني ما ادري بيا لون بالضبط راح نسويه. اوكي هسه يعني حددت كل شيء وش راح اسوي. هسه بعدين نجي ونسوي يعني على نفس الحد همين 4 بلوكات على القاع، نجي نسوي الحائط مال المول. هسه هذا كله داير مدايره هيك راح نسويه. ما صدق بعد يعني عندي تعديل بسيط على هذا الموضوع، اذا تريدون يعني اذا تريدون تقدرون تخلون جنب النص يعني يطب شويه ضوء وهمين الشكل يصير احلى. اوكي طبعا هسه مثل ما تشوفون خلصت بناء الحائط، واخيرا كلش اخذ مني هواي وقت، وهنا يعني عدلت عليه لانه ما حلو يطلع جرت، فخليت هذا الضوء. والجام اختاريته شوية يعني لون غامق على مجاني ما يصير المول كله ابيض بابيض ما حلو يطلع. هسه ايش راح نسوي؟ راح نسوي هذا طبعا بس الطابق الاول، راح نسوي طابق ثاني للمول. اوكي هسه راح اختار البلوكات على السريع وارجع لكم. اوكي هسه اختاريت هاي البلوكين وراح ابني بيها الطابق الثاني، يعني راح تكون الارضية مال الطابق الثاني. اوكي طبعا هسه راح اسولف لكم شوية يعني عن هذا المول وش راح نسوي به. هذا المول راح يرافق هاي السلسلة مال الماينكرافت مالتنا، يعني كلش هواي راح يرافقنا هذا المول، وراح نسوي هواي فيديوهات عليه. يعني المقصود من هذا الحكي هواي فيديوهات راح نسوي عليها، يعني راح نسوي هواي فيديوهات. طبعا بهذا الفيديو اكيد مو كله راح نسويه، بس هسه راح نبنيه والتأثيث وهاي الاشياء راح نسويها بالحلقات الجاية، واكيد يعني مو بوحدي اني والمساعدين مالتي راح نبنيها وراح نأسس المول وراح نبني بيه كلش هواي محلات، لان مثل ما تشوفون المساحة كلش 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 كبيرة وعملاقة، يعني واحد يقدر يبني مدينة كاملة بهذا المول. راح نبني هواي محلات، اي واحد عنده مشروع يعني من مستف رسول يوزو يقدر يجي هنا بهذا المول ويبني عادي، حتى لو كان يعني مشروع مو كلش ناجح عادي راح اقبل بيه. واحتمال يعني نبني بيه مطاعم اكيد كلش هواي ومحلات ومدينة العاب، احتمال نبني رغم يعني احنا عندنا مدينة العاب هناك لا تذكروها. او دقيقة جتني فكرة، انا باني بنايات جديدة وانتو لازم تشوفوها وتعرفوها او يعني تعرفون عليها، ما يصير كله بس نبني بهذا المول. فاني هسه جتني فكرة، ليش ما الحلقة الجاية يعني نكمل بناء المول؟ هسه بس تكون يعني عندكم فكرة عن الموضوع، وهسه تعالوا خلوني اشوفكم شنو بنيت اشياء.
اوكي استخليت الاغراض هنا حتى بالحلقة الجاية يعني نكمل بناء. هسه تعالوا خلوني اشوفكم التحديثات اللي صارت، هواي صارت تحديثات وانتم ما تدرون بيها. اخاف يعني انت جديد جاي على القناة وما تعرف يعني شنو بنيت. اولا عندنا هذا البيت الخشبي مثل ما تتذكرون، عندنا هذا البيت الجوي هاوس، وهذا الجيرت هاوس، وهذا ما ادري يعني هذا المحل شايف فيه لو لا، والله ما ادري، بس يعني اذا ما شايف فيه انتو هذا شكله، هذا اسواق بنيته هيك يعني من فوق ومن جوا، بس هو محل يعني واحد. خلونا نقبله هذا هيك يعني محل عادي، ما صورت عليه فيديو لانه يعني اعرف لكم انتو تقدرون تبنوه كل السهل. هو هذا هو المحل، وهذا واحد يصعد فوق. هاي شوفوا حتى هنا خلوا الفراغ، شو تريدون اكل، بدور، اسماك، لحم، كل شيء موجود بهذا المحل. اوكي هسه خلونا نكمل. هذا بيتي مثل يعني ما شوفتكم بذيك الحلقة، هذا بيتي، هذا البيت الجديد اللي بنيناه، وهذا المول اللي نبني بيه. وهنا بنيت اني شقلت، قلت هنا ابني هاي اسواق يعني محلات كلها اترسها اترسها محلات لحد هنا، وهذا مكان المول قلت اكمل بيه يعني همين محلات شلون ذيك من المحلات، وقلت اسوي المول هنا. بس بعدين شفت ويعني حسبت وقست وسويت هاي، شوفوا حتى المسافة وهاي، قلت هنا نبني المول، بس قلت لا هذا المسافة كلش صغيرة، وقلت هنا راح نبني المول. فتعالوا خلوني اشوفكم شنو هن المحلات. المحل الاول هو هذا اللي صوف حلو، تبني المحلات هاني ما بنيتهن يعني ما ادري والله منو بناهم، بس يعني شكرا. اوكي هذا يبيع زجاج حلو. اوكي هذا مطبين عليه، هذا يبيع اسره حلو. خلونا نطلع، بس هسه بني المحلات قلت ثاني يعني بس لحد هنا، وها هي بعد، وهنا احنا راح نسوي مول يعني بعد ما يحتاج محلات. وسويت بعد هذا البيت، تدروا هذا البيت شايفيه، بس هذا البيت انتم ما شايفيه، هذا البيت بنيته جديد يعني هي تسويته شكله كلش حلو من الداخل ما مأثر. هاي الحديقة مالته، انا بيوتي معروف عليها يعني معلومتي يعني اللي ما يعرف، انا البيوت اللي ابنيها ما ابنيها هيك يعني مثل الماينكرافت العادي مربع وها هي، لا اتفنن من ابني البيوت يعني هيك يعني اتفنن. تعالوا خلي اشوفكم البيت من الداخل، يعني نسيت اسوي درج للطابق الثاني، عود بعدين نسوي بالحلقات الجاية. هذا البيت من الداخل، هاي الحديقة مالته، وهذا هسه المول اللي دا نشتغل بيه. وهنا سويت يعني كبرت الشارع، هاي سويته منا، بعدين اشوفكم منا همين سويت هذا الشي الجديد انتو ما تعرفوه منا، هذا الشارع راح يصير للمول. اوكي هسه هنا هاي سويته وخليتها ذني حتى يعني وخف واحد يتيح يندل المدينة مالتنا على السريع، هاي سويت هيجي. وهنا سويت هاي خليت حتى ما حد يطب على كيف، شوية شوية سويت بوابة التنين، واخيرا واخيرا قدرت اسويها وسويتها هنا. طبعا مو انا ما سويتها بوحدي، ساعدني بيها يوسف، كل الشكر لك يعني على المساعدة على البوابة. هاي بعدين بآخر حلقة من هاي السلسلة راح ننزل كلنا ونقاتل التنين. اوكي هذا هنا سويت المكان فارغ، بس يعني حرامات ما راح نستفاد منه، مكان كلش كبير، راح اصير هذا الشارع من ناحيتها واسوي شارع من هنا نبني بيت ومن هنا نبني بيت، بس هو يعني المسافة حلوة. إذا عندكم فكرة يعني أو شنو ممكن نسوي هنا قولي بالتعليقات. بعدين هذا البيت جديد سويته، بعدين مديت الشارع سويته منه وجيت وهويتي يعني كلش تعب. هاي الفترة الطويلة اللي انقطعت بها عنكم يعني ما كنت بس قاعد، لا يعني اشتغلت وهاي، وسويت هذا البيت، هذا البيت الحلو الجميل هيجي الديكور مالته الشكل من الخارج.
اوكي هسه خلينا هسه الشارع ما ادري ليش صار منه، هو المفروض هيك يعني جوال على الباب بس يلا. المهم يعني هي الفكرة بالنهاية من هناك وبيت. اوكي هيك ندخل للبيت هاي بمسافة، هاي حائط زجاجي، هاي من غرفة وهاي منها من هيك يعني شان مخزن صغير وبس. هذا البيت وها بعد اكو طابق فوق، هذا الطابق الثاني بس ما سويت له درج همين نسيت. هاي من هيك الطابق الثاني نفس الطابق الاول بالضبط. بعدين كملت الشارع كملت 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 وجبت هيجي نزلنا سويت هذا. بس هذا المشروع يراد لإلا تصير الدنيا ليل. اوكي هسه صارت الدنيا ليل اقدر اشوفكم المشروع. شوفوا المشروع هذا سويته وصممته موسيوم. اللي ما يعرف شنو يعني موسيوم يعني متحف، بنيت متحف وكتبت عليه همينة وخليت وراه روايات حتى يكون يعني هيج فتشي حلو. اوكي هذا المتحف يعني تقدر تدخله بالنهار بس انا ما ادري ليش الا بالليل احب ادخله. خلونا هسه ندخله طبعا شوفوا الشكل الخارجي مالته. اوكي كلش كلش حلو تمام. هسه خلونا ندخل للمتحف. يلا كلش حماس. هذا المتحف خليت بيه صور ودي يعني هسه هذني لوحات يعني فنية وحلوة ورسموها يعني فنانين رسامين. اوكي هاي اللوحات الجميلة. اوكي هسه طبعا شوفولي على السقف قد حلو على الاضاءة. الطابق الثاني احلى من هذا الطابق بهواي سيكونوا متحمسين. يلا خلونا نرفع بيوتو. يلا جاهزين واحد اثنين ثلاثة. اوكي شوفوا الارضية شوفوا يعني الديكور مال الاضوية شوفوا السقف. السقف سويته من زجاج ليش حتى ما واحد يدخله بالليل يقدر يشوف القمر الغيوم النجوم السماء يعني هالاشياء. هذا الطابق خليت بميز وخليت عليه يعني اشياء حيوانة مثلا الجولد الاميرالد الدايموند. شوفوا شغلة حلوة شفتها ونادرة خليتها هنا حتى العالم يعني يجون ويشوفون اللوحات وهذني الاشياء النادرة. انتو تقدرون يعني مثلا هذا فكرة المتحف مالتي، انتو تقدرون يعني تكبرون المتحف وتبنون بيه يعني اشياء. وهاي هذا المتحف المفروض كان يصير متحف بس مو هيك يعني للوحات، كان المفروض يصير متحف مال ديناصورات بس متحف الديناصورات مثل ما تعرفون يحتاج مسافة كلش كبيرة، يعني يحتاج مسافة من لحد هنا وبعدين هذا كله يعني يحتاج مسافة أكبر من المول بثلاث مرات تقريبا وعالي لازم. فقلت هذا المشروع يعني كلش 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 صعب ويعني صعب نسويه. بعد بنيت شغلة خلوني اشوفكم اياها. هاي شغلة بعيدة بنيت هذا البيت البسيط. تذكرون ذاك البيت اللي بنيناه اللي بالمدينة؟ هذا البيت نفسه 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 بنيته هنا. ما ادري ليش والله بنيته انا يعني شفته حلو هنا وقررت همينة بنيت هذا البيت. قلت هنا هاي منا رح تصير قرية. اوكي ومنا هاي منا بداية المدينة. اوكي يعني هاي بيها بيوت وهذا المول مالتها هاي المدينة رح تصير. طبعا هسه لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو حطونا لايك واشتركوا بالقناة اذا كنتم مشتركين. وبعد شغلة قبل ما تروح من هذا الفيديو اشتركوا بقناة يوسف ورسول ويويو، راح اترك لكم اياهم يعني قنواتهم بالوصف وبأول تعليق مثبت. روح اشتركوا بقنواتهم لانه لو ما هم ومساعدتهم كان انا يعني ما قدرت ابني هذا المول وهذني المشاريع كلهن. فكل الشكر لكم وعلى مساعدتكم الي. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو اعطونا لايك واشتركوا بالقناة اذا كنتم مشتركين. ومع السلامة.